الآن أنتقل إلى الخط الهاتفي، حيث تنضم إلينا سهير زقوت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صباح الخير سيدة سهير زقوت، يعني في بداية هذا النهار وحتى في ساعات الليل المتأخرة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت عن قلقها مما يحدث من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، كما أعلنت أنها على تواصل دائم مع جميع المراكز الطبية والمستشفيات في القطاع. ضعينا في الصورة أكثر. نعم، يسعد صباحك والسادة المشاهدين. منذ الأمس واللجنة الدولية طواقمنا متواجدة بالميدان طبعا منذ 50 عام، وهذا نحن مستمرون في العمل. كنا نتابع الأوضاع عن كثب وما زلنا، حيث كما ذكرت الطواقم في الميدان. نعم، نحن على تواصل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل تسهيل الإخلاء الجرحى في حال وقوع ضحايا، وأيضا مع مستشفيات غزة. والأهم اليوم أننا ندعو الجميع إلى تجنيب المدنيين ويلات جديدة في كلا الجانبين. المدنيين والأعيان المدنية يجب أن تحترم ويجب أن يتم توفير الحماية لها. هذه هي الدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية بالأمس إلى الجميع. نتمنى أن يتم احتواء الموقف وألا يسقط ضحايا من المدنيين في كلا الجانبين. نعم، يعني سيدة سهير، بشكل عام وبشكل دائم أيضا وفي كل صباحاتنا نتحدث ربما عن الوضع الإنساني والطبي الحرج جدا في قطاع غزة على مستوى حتى الحياة اليومية، فما بالك في حين يحدث تصعيد إسرائيلي نوعي من هذا القبيل وفي هذا الشكل يستهدف المدنيين كما يستهدف المقاومين. ضعينا في الصورة أكثر، هل المستشفيات اليوم جاهزة أصلا لعدوان أو تصعيد إسرائيلي ضد القطاع؟ النظام الصحي بأكمله كان قد أضعف عبر 10 سنوات من القيود التي فرضت على استخدام البضائع والمواد اللي هي القطع الغيار للمكن الصحي أو الماكينات التي تحتاجها والمعدات التي تحتاجها وزارة الصحة أو المستشفيات في غزة. ناهيك عن عدد الذين أصيبوا منذ 30 من مارس الذي أضاف من الأعباء على المستشفيات والنقص في الأدوية. كل هذه الأوضاع بالتأكيد مستشفيات قطاع غزة تحاول وتكافح من أجل تقديم الخدمات الصحية. لهذا دعونا إلى ضبط النفس، دعونا إلى تجنيب المدنيين المزيد من وقوع الضحايا بينهم، وهذا سيساعد المستشفيات أيضا في تقديم رعاية صحية. إلى جانب أن اللجنة الدولية هناك وحدة جراحية للجنة الدولية في مستشفى الشفاء، نحاول دعم المستشفيات بما تحتاج إليه من مواد طارئة. حتى هذه اللحظة لم يتم الطلب من قبل المستشفيات، نتمنى ألا يتم الطلب منا بتدخل مزيد أو بمزيد من التدخل مع المستشفيات في القطاع. نعم، شكرا جزيلا سهير زقوت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.